ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي يا رب. فينك يا آدم يا ابني دلوقتي؟ يعني عليك يا ابني، حتى عزبوك اتحرمت تاخده بنفسك. يا رب صبرني يا رب. ايه ده يا عليا؟ ده يا فندم اول الخيط لبراءة ادم. ادم؟ ادم مين؟ ادم عبد الحي الارهابي يا فندم، اللي تهمينه في قتل الامريكاني. الله، وايه دخله بالراجل ده والست اللي معايا؟ ما ده يا فندم الراجل الامريكاني اللي اتقتل. ايوه ايوه ايوه، الراجل الامريكاني افتكرته. البيه كان عامل كاميرات تجسس في شقته بتصور كل اللي بيحصل. يا نهار ابيض، صحيح امريكاني صحيح. واللي حصل بقى ان الهارد ده اختفى من مسرح الجريمه. هارد؟ هارد ايه؟ الهارد يا فندم اللي مسجل عليه جريمه القتل وكل الفيديوهات. الله، والفيديو ده جبتيه منين؟ من على النت. على النت؟ طب وبقيه الفيديوهات فين؟ ما هو ده بقى اللي انا جايه لحضرتك عشان اكيد اللي نزل الفيديو ده على النت هو اللي عنده الهارد اللي اتسرق اللي عليه جريمه القتل وبقيه الفيديوهات. بس على فكره ده كلام خطير قوي يا عليا. ايوه يا فندم، انا علشان كده بقول لحضرتك ان هو موضوع هيكسر الدنيا. بس يا خساره لو ما كانش في حظر نشر. والله يا فندم انا شايفه ان دي خبطه صحفيه ما تتعوضش، وبعدين يعني هتزود عدد المبيعات زياده، حضرتك مش متخيل قد ايه. يعني ايه؟ يعني دي المقاله، ودلوقتي عندنا دليل مادي جديد على النت، يعني لو نشرنا مش هنبقى بنشوشر على الراي العام على الفاضي. انت عايزاهم يقفلوا لنا الجريده واسحبوا الترخيص يا عليا؟ يا فندم احنا ما بنخلش بشرف مهنتنا عشان يقفلوا لنا الجريده، وحتى لو ده حصل لما نفتح تاني هنكتسب مصداقيه وشعبيه كبيره جدا عند القراء، لاننا جريده معارضه شعبيه ليها مصداقيتها، مش جريده من القوميه بتوعهم. يا عليا فلا الله ولا فالك يا شيخه. يا فندم ده احتمال وضعيف، لان بعد كده هيخافوا يقربوا لنا او يفكروا حتى ياذونا. يا عليا انت ما تعرفيهمش، دول جبابره، انا ايه ما شفت منهم. يا فندم ما انا علشان كده جايه لحضرتك، عشان عارفه ان انت مكافح وثوري وليك خبره في النضال السياسي، وعمرك ما هترضى بالظلم. بس يا عليا يعني ما بسش، احنا كده هنبقى بنساعد البوليس وبنلفت نظره للفيديو اللي هو اول الخيط للوصول للسارق. طيب وهم ما يعرفوش حاجه عن الفيديو ده؟ بصراحه انا مش متاكده، بس اكيد بعد ما ننشر هنلفت نظرهم وهيبداوا يدوروا في الطريق الصح. تفتكري يا عليا؟ اكيد يا فندم، احنا كده بنساعد العداله. الباقي في حياتك يا صبرا. حياتك الباقي يا اخوي. امين راح يا عامر خلاص. كلنا رايحين يا صبرا. ونعم بالله. ادم فين يا عامر؟ ادم بخير، هو عندي دلوقتي في المزرعه، كسر الدنيا عشان يجي ياخد عزبوه، وانا وننسي منعناه بالعافيه. يا عيني عليك يا ابني، حتى عزبوك ما عرفتش تاخده. معلش.